هذا بصير شعيب سوانا ابلي من 1972 دوز التجنيد الاجباري. كنا مشينا ادينا الواجب الوطني وكنت خدام ومشينا سمعنا سيدنا نادانا جي مشينا التجنيد الاجباري الحسن الثاني الله يرحمه. من بعد كنا كنشدو الصالصال ديال شحال كنا كنشدو 320 وكيعطيونا باكي ديال التروب. هذا هو الصالير ديالنا اللي كنا ديال ديت عامين ديت عامين ديال التجنيد الاجباري. جا مع الكو ديال الصخيرات شدونا بقينا حتى داز داك سيدنا الله يحفظه لنا الله الحسن الثاني وربي دارنا الخير دار الخير وخدنا لا ليبيراسيون ديالي. من بعد ثاني خرجنا ثاني خرجت من الاجباري 71 72 عاود ثاني جات الكو ديال القضيه ديال الجيري واحد مشينا ثاني خسر السوق الرشيديه هذيك الساعه كيقولوا ليه خسر السوق ما كيقولوش الرشيديه كيقول ليه خسر السوق. دوزنا ثاني داك الرابلي ثاني في الصحراء بقينا ادينا الواجب ثاني الجو الوطني ثاني عام جينا دخلنا ما عطاونا لا شي حاجه لا فرانك لا جوج لا حتى شي حاجه والو. وحنا دابا مازال كان اديو المطيب يشوفونا لا دام الله يشوفونا حنا بحال شي مكافاه شي دعم من عندهم من عند الدوله باش يفرجوا علينا حنا ويفرجوا الناس هما دوك الناس المتقاعدين ديال الميليتير وهذه ما عندهم مساكن حتى هما يشوفوا فيهم.